رح نبدا جولتنا الثقافيه والفنيه مع اجواء عيد الميلاد. نشاطات كثيره بترافق هالفتره، بدا الاعلان عنها تباعا، ومن بيناتهم امسيه فنيه بعنوان نبع المحبه مع الفنانه ماجده الرومي بريسيتال ديني مع جوقه معهد القديسه رفقه وفرقه من الموسيقيين اللبنانيين بقياده الاخت مرانا سعد. السبت والاحد 9 و10 كانون الاول الساعه 8 المساء بصاله دير مرمرون بشاتور ويس. حضر مغارة للعذرة وقبل الكل مسود يسوع عالشباك اترك له لقلبي لفوا بيه أشواقي وحبي مع أطيب تمنياتي ديهن نشمي ما بتنام لي غليت فيهن حياتي معهن حلية القيام نتابع ومننتقل إلى الأجواء الفنية والموسيقية مع جمعية أرز إهمج وبلدية إهمج يلي بيدعوا للمشاركة بسهرة عود مع الفنان إلي خوري نهار السبت 4 تشرين الثاني 9 المساء بأرز إهمج. رح نشوف إلي خوري مع الفنان شرب الروحانة بهالفيديو. أخبارنا كمان بدعي مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية الجنا إلى المشاركة بالدورة التاسعة من مهرجان جنا الدولي لسينما الأطفال والشباب يلي رح بيصير بين 1 و 7 تشرين الثاني بعدة مراكز بمختلف المناطق اللبنانية، منهم مسرح المدينة، مركز معروف سعد الثقافي بصيدا، مركز العزم الثقافي بيت الفن بطرابلس ودار بشامون، وبرافق هالنشاط معرض لأعمال ورسومات الأطفال بالإضافة لورش عمل حول كيفية صناعة الأفلام واستعمال الكاميرا. نتابع مع أخبارنا وبأجواء عروض الأفلام، بيدعي المنتدى الاشتراكي إلى حضور فيلم بعنوان كلوز أب للمعلم الإيراني الراحل عباس كيارساتمي، والعرض رح بيكون نهار الخميس 16 كيروستامي. أوكي، العرض نهار الخميس 16 تشرين الثاني 7 المساء بزيكو هاوس. نتابع بأخبارنا ومنتقل كمان مرة إلى الأجواء الموسيقية. الموسيقى مارسيل غريب بأمسية رح يعزف خلالها على آلة السانتور بالاشتراك مع نور عبيد نهار الثلاثة المقبل 9 الشهر بليليز. ضمن محطات متروفون يلي بنظمهم مترو المدينة ومن خلالهم بودي تحية لكبار الفنانين الراحلين، محطة تكريمية هالمرة لطاروب وجمال مع ياسمينة فايد وإلي رزق الله، وموعدين ب 5 تشرين الثاني و 19 تشرين الثاني مترو المدينة بالحمرة. ديني جنبتيني والله تستاهل ليشد جافيني بتستاهل ايه والله والله صدق جننتيني جننتيني والله تستاهل ليشد جافيني بتستاهل ايه والله
أخطيت بحقك لا توخزيني لا. بختام هالفقرة بدي ارجع اذكر انه صحيح خلص تشرين الاول، بس ما زالت حملة التوعية ضد سرطان الثدي مستمرة، وبهيدا الاطار كل السيدات بليز ما يتأخروا يعملوا الفحص السنوي بالمراكز. رح بتكون تسعيرة 40,000 ليرة بالمراكز الخاصة، اما بالمستشفيات الحكومية الفحص مجاني بقى. بس بدي اذكر كل الناس والسيدات تحديدا يعملوا بليز الفحص. بهيدا الخبر نكون وصلنا لختام جولتنا على المحطات الثقافية والفنية. هلأ أحوال طرقات مع بيارات. المشغل إلي لبكي من غرفة العمليات المشتركة التابعة لهيئة إدارة السير معنا على التليفون ليعطينا كل التفاصيل عن حركة السير بهالأثناء. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله. هلا صحيح اليوم ما في مدارس، بس عم نشوف على الشاشه في عجقة سير. وين هون؟ هون من المدينه الرياضيه. المدينه الرياضيه، نعم. هذا الخط اللي رايح صوب الكولا، يعني داخل الخط داخل مش مكمل، صوب الجسر الكولا باتجاه النفق. ببلش عندنا ضغط السير مثل ما شايفين. في سبب معين؟ في حادث او بس ضغط سير صباحي؟ عادي. نعم. بتكمل من المدينه الرياضيه باتجاه جسر الكولا، من جسر الكولا باتجاه النفق مثل ما شايفين كمان، وباتجاه كورنيش المزرعة كمان عن حركة مرور كثيفة. من النفق باتجاه الوسط التجاري كمان بتكمل حركة مرور كثيفة. نعم. أما المدخل الشرقي عن حركة مرور ناشطة من اليرزة بتكمل باتجاه السياد ناشطة، وصولا إلى الكارانتينة حركة مرور ناشطة. من جسر برج حمود باتجاه الأشرفية، الروم وحتى ساسين كمان حركة مرور ناشطة مثل ما شايفين. وعندنا حركة مرور ناشطة من العدلية باتجاه المتحف بربير، بيضغط السير عندنا من البربير باتجاه جامع عبد الناصر حتى كورنيش المزرعة حركة مرور كثيفة. نعم. أما خط شارل مالك الأشرفية باتجاه برج الغزال تباريز، وصولنا إلى الوسط تجاري حركة مرور ناشطة. عندنا حركة مرور كثيفة من تقاطع برج المر باتجاه شارع الحمراء. عندنا حركة مرور ناشطة إلى طبيعية من عين المرايس باتجاه حمام العسكري وصولا إلى الروشة. عندنا حركة مرور كثيفة من أوتوستراد بيي بتكمل باتجاه أونتلياس وصولا إلى نهر الموت حركة مرور كثيفة. بيرتاح السير من نهر الموت وصولا إلى شارل حلو. نعم. وسط تجاري حركة مرور ناشطة. نعم. هيدا كل شيء بالنسبة لحركة السير. نعم. بالنسبة لحوادث السير، أما حوادث السير تسجلت عنا 7 حوادث للأسف قتيل و8 جرحى. نعم. أما مخالفات السرعة 955 مخالفة. للاستفسار عن أي طريق ممكن الاتصال على 1720 تويتر @MC لبنان، فيسبوك غرفة التحكم المروري. نعم، نتشكرك على وقتك المشغل إلي لبكي، بنتمنى لك نهار حلو. بريك علينا ومن بعده بنرجع نتابع مع مجموعة من التقارير وضيوفنا. ضلكم معنا.